طيب، كان لغايه من شويه لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن طاقم التحكيم في مباراه الاهلي والاسماعيلي، تفهمش ليه، ولكن منذ قليل او منذ لحظات قليله فقط تم الاعلان رسميا عن حكم او طاقم التحكيم لمباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم، مباراه هي الاهم، مباراه واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه. بكرة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين دوري النيل الجولة 20 الأربع 1 مايو 2024، استاد الجيش ببرج العرب، الإسماعيلي والأهلي في تمام الساعة 7. حكما للساحة كابتن أحمد الغندور، حكم مساعد أول كابتن أحمد حسام طه، حكم مساعد تاني كابتن يوسف البساطي، حكم رابع كابتن مبروك نبيل، حكم الفار كابتن طارق مجدي، وحكم فار مساعد كابتن مصطفى الشهدي. إذن طاقم تحكيم دولي لمباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. هتقول لي يا إسلام عن كابتن أحمد الغندور، ربنا يوفقك كابتن أحمد، مش هقول حاجة، هقول ربنا يوفقك كابتن أحمد، لأنه مثل هذه المباريات هي اللي بتعمل الحكام، هي اللي بتعمل أسماء الحكام. كابتن أحمد الغندور من الأسماء الكبيرة، أصبح من الأسماء الكبيرة في التحكيم المصري، وبالتالي كابتن أحمد لا نريد إلا العدالة ما بين الفريقين. من داخل قناة النادي الأهلي أنا بقول لحضرتك، لا نريد إلا العدالة للفريقين، لفريق النادي الأهلي ولفريق النادي الإسماعيلي. كابتن طارق مجدي لا نريد إلا، كابتن طارق مجدي حكم الفار، لا نريد إلا العدالة للفريقين. ولك في آخر مباراة للنادي الأهلي ضد مازيمبي مثل كبير، لولا حكم الفار لكانت المباراة تغيرت نتيجتها بأي طريقة بقى، ما أنت كنت ممكن تكسب 2-1، ولكن في آخر مباراة دي يا كابتن طارق يا كابتن أحمد اتفرجوا على طاقم التحكيم كيف استطاع أن يعطي لكل فريق حقه، خصوصا حكم الفار في إعطائه حق واضح لم يراه حكم المباراة في مباراة مازيمبي اللي هي الهاندبول، اللي مصر كلها إلا واحد بيقول إن هي واحد ليس له محل من الإعراب، يعني ملوش في التحكيم، أصبح خبير تحكيمي فجأة عندما أصبحت أو عندما كان الأهلي طرفا لمباراة، لكن هو لو في اي فرق تانية طرف في المباراه وحصل فيها كده ولا كان حاجه حصلت، كبر دماغك، بالعكس ده هيطلع يسقف ويقول الحكام هايلين وحكم الفار هايل. لكن ارجع تاني للمطلوب، يا كابتن احمد الغندور يا كابتن طارق مجدي اتفرجوا على مباراه النادي الاهلي وكيف استطاعت حكم المباراه ان ترى ما لم يستطع ان يراه اي حد في الملعب. واحد بيعمل كده عفوا، الكرة تيجي في ايده، هذه الكرة كانت من الممكن جدا ان تغير نتيجة المباراة سواء كده او كده. فكل ما نريده هو عدالة التحكيم بكرة ان شاء الله، وسواء في حكم الساحة كابتن احمد الغندور طبعا والاثنين مساعدين اللي هم على اعلى مستوى، وطبعا كابتن احمد الغندور على اعلى مستوى، وكابتن طارق مجدي ومساعده على اعلى مستوى. الحقيقة طاقم تحكيم نتمنى له كل التوفيق في مباراة غدا إن شاء الله.